على ذكر المصريين وهو لاعب لم تدربه، بالتأكيد بتحدث عن محمد صلاح، واحد من أهم نجوم كرة القدم في العالم. كيف تقيم مسيرة محمد صلاح الرائعة في كرة القدم؟ حسنا، محمد صلاح الآن هو واحد من أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم. نحن نتحدث عن مو صلاح ليس فقط في إنجلترا، ولكن محمد صلاح إذا رأيت محمد صلاح في كل موسم هو أكثر لاعب يساعد فريقه على حصد النقاط، هو مصدر فخر لكل اللاعبين المصريين، هو الأعظم، هو الأعظم في مسيرة كل المصريين في خارج مصر، هو أفضل من قدم على مستوى اللاعبين المصريين في الدوري الإنجليزي وفي أوروبا. لذلك أنا أرفع القبعة للاعبنا محمد صلاح، هو لاعب محترف ولاعب يمتاز بالمهارة العالية ليس فقط على مستوى الشخصي، ولكنه لاعب متكامل.